كل كم شهر بيخبروني انه حطوا اسمه بمبادرات السجناء، بعد ايام بعرف انه هاي المساعي فشلت. دوامة الحداد ما بتنتهي ولا رح تنتهي حتى نتأكد من مصيره. الواحد بيموت مرة واحدة مو كل كم شهر. دائما بقول لبنتي ما تزعلي اذا ما شفتيه مرة تانية، فبتسألني يعني ما رح يطلع؟ سنة 2015 اختطفت هيئة تحرير الشام شقيق زوجي يمن، ولما تواصل زوجي مع الهيئة للسؤال عن مصير أخوه استدعته المخابرات الجوية واختفى. خفت أني أسأل عن مصيره، خاصة بعد ما هددني ضابط بعد ما نصب علي ووعدني بتضمين اسم زوجي بصفقة تبادل مع معتقلين. ما قدرت أقدم شكوى لأنه خفت يعتقلوني. حالياً عايشي بالمخيمات بتركيا بعد اختطاف زوجي محمد من قبل داعش عام 2016 مع أطفالي الثلاثة. وضعي صعب جداً بسبب غيابه، بحس إني بحداد دائم. كل مرة بحاول إني أقنع حالي إني كيف حياتي وأتقبل إنه راح، بس بيجيني خبر وبيرجعني للبداية. محمد راح يضل قضيتي، حياتي بين مد وجزر بغيابه. هاد الشي مؤلم جداً وصعب إني أشرحه. بعد اختفاء زوجي صرت امرأة وحيدة، ولما قدمت طلب لجوء بأوروبا ما كان وضعي القانوني واضح، فأنا مو عزبة ولا مطلقة ولا أرملة. قبل ما أطلع من سوريا كان زملائي وزميلاتي بالشغل بتجنبوني لأنه زوجي معارض ومعتقل. بعد ما طلعت من المعتقل سافرت على شمال سوريا لأسكن مع عائلة زوجي اللي لساته معتقل، بس أبو زوجي ما قدر يتحمل مصروفي أنا وبناتي وطلب مني أشتغل، فانتقلت لتركيا. هنيك اضطريت أشتغل بشغلتين سوا لأقدر غطي مصروفي، مصروف البنات، مصروف أمي اللي انتقلت معي. للأسف خلال شغلي بسبب غياب زوجي تعرضت للذل والاستغلال كبير من الرجال حواليه.